بعضو في المجلس، لان هذا الشيء اللي يكون كان مواطن عادي انا عندي اليقين التام اول ما غادي تكون شي الشكايه الاولانيه راه غادي يجيو يقولوا لي سد الباب الطنه اللي تقوم بالاجراءات ديالك، حيت لا يعقل لا يعقل ان هذه الدار غادي تكون صال سبور. يعني كيف ما عادي ما يمكنش راه حتى حمام حتى انا نجي الصباح نحل الحمام ونقول انا راه خدامه راه حتى انا عندي حمام، راه بحال لا صال سبور بحال الحمام بحال الصالون. الا ما كانش متوفر على الشروط اللازمه راه ماشي ما يمكنش يخدم. يعني المسائل خاصها تكون مقننه. السلام عليكم، انا سيدي من السكينه ديال هذا الحي هذا اللي هو حي الشرف. المشكل اللي عندي هو ان واحد السيد جا كرا واحد الدار اللي هي منزل سكني وحولها لنادي رياضي بلا ما ياخذ الاجراءات اللازمه بلا ما يقنن شغله بلا مشى دار لينا واحد شويه ديال الحديد ودار فوق من واحد البلاستيكه وراه حنا عايشين الجحيم معاه دابا الا ما خدش الاذن ديال السكينه. حنا ما عرفنا كاع واش صال سبور، حنا نسحب واش غير السيد مول الدار كيعاود تيموضي في شي حاجه في دارو ولا تيقاد شي حاجه في الدار ديالو لا غير. تصبحنا واحد النهار تلقينا بان صال سبور اللي تحلات، قلنا ماشي مشكل راه زعما بنادم غادي يحترمو غادي، ولكن داكشي بزاف. لا قال لك صافي كوني هانيه والله تنقاد داكشي، قلنا لي عافاك دير واحد شويه ديال الفرش الله يجازيك بخير، يعني داكشي اللي لازم يكون في صال سبور باش يترفع الصوت ويترفع الضرر على الناس. هي ان شاء الله ان شاء الله وصلت النبي ومشات هكاك اليوم على غدا اليوم على غدا، ما كاين حتى شي حاجه. قدمت شكايات وباقي لي حد ساعه ما لقيتش الرد. السكينه هي كلها هي كتعاني، الناس كلهم اللي ضايرين به كلهم تيعانيو. في الاخر ملي شاف خاصو جات واحد اللجنه اللي هي من طرف ونيت اصلا جا وقال لك سيدي راه غادي يدفع الرخصه ديالو غادي يدير. مشاتين لعند الساكنه اللي ساكنه لديك الجهه اللي ما كيسمعوا حتى شي حاجه، يلا كيسمعوا شي موطور ولا شي طوموبيل اللي دازت من حداهم، مشاو لعندهم تيسنيو ليه باش ياخذ الرخصه ديالو ديال يمارس فيها الرياضه ديالو. هاو لا لا قولي لي درت شكايه سعاده القايد، درت شكايه سعاده القايد، درت شكايه للباشا، درت شكايه للمجلس، درت شكايه للعمده، درت شكايه سيدي الوالي. يعني ايوا لا كتمشي كتدفع الشكايه ديالك كتحطها تيقول لك تسناي حتى نهار الاربعاء واجي تمشي يحطوا لي الرقم ديالي ديال الشكايه اللي دفعت وصلت لهم بهذا الشيء اللي كاين. ملي خرجت واحد اللجنه داروا لي بحال انا اللي ما عطنت راه مع على داك السيد ولا ما عرفت ما فهمتش والله ما فهمت. كيهضر معاه تيطبطب لي على دارو تيقول لي صافي صافي خليها تهضر صافي خليها تهضر. قلت ليه دخلت شوف الضرر اللي كاين. لا لا قال لي راه فهمت راه انا عارفه داك الشيء شنو اللي فيه صافي هادشي اللي كاين. مريضه مكربه بغيتي تنعس مع الثمانيه راه ما يمكنلكش تنعس، خاص تيسالي هو ويبان لك تفضوا عاد انت تنعس. جيتي مريض من خدمتك بغيتي تسرح ما يمكن لكش، خاصة داك الخبيط تعيش معاه وتعيش معاه. هو فعلا السيد راه كيستغل النفوذ ديالو، حيت ملي نتايا في الاصل ديالك حل الصال ما عندكش رخصه وباقا ما تسدتش لحد الساعه ما مقننش شغلك واش كاين شي صال سبور بلاستيكا، هاي هادي صال سبور بلاستيكا. الا عمر شي واحد دار شي صال سبور بحال هادي ما عرفتش. ملي جات اللجنه راه شافت هذا الشيء وقال لك راه طلبوا منه الوثائق اللي هي في الاصل ديالها ما كايناش، لان الدار سكنيه وطلبوا نورمالمون تيكون واحد لو بلان راه ما كاينه حتى شي حاجه. الجيران كلشي متضرر كلشي متضرر، هيا
تبارك الله عدد ديال الناس عدد ديال الناس متضررين وخصوصا الناس اللي متضررين هي انا اللي متكي عليه والسيد اللي متكي عليه من الجهه الاخرى واحد جوج ديال الطيور اللي لاكور ديالهم متكي على لاكور ديالو حنا اللي واكلين العصا ديال بصح اما اللي ساكن الفوق راه هذاك راه على الاقل بعدا راه هازين عليه حنا شويه ماشي بحال في الاول كان ما تيسد حتى لديك 12 لارو نهار فاش جات هذيك لا كوميسيون تاع مول الخير عيوض فاش يقولوا ليه وريقاتك ومسائلك واش شغلك ناضي انت قال لي غادي تعود كتسد حتى 10 ونص والله قال لي وزدتي شي قسم على 10 ونص تنتصل بالسيد الباشا باش يسد لك ماشي راه انت ما تتوفرش على السلامه وما كتوفرش على بزاف ديال الحوايج غادي نتصل بالسيد الباشا يسد لك لا لا غير المهم غادي يتصل به الا زاد شي قسم على 10 ونص مي السيد تبارك الله راه شغلو ناضي انا كنقدم رساله للسيد الوالي يشوف من حالنا راه تهدينا وتهلكنا عندنا وليداتنا بغينا نقريوهم عندهم مستقبلهم عندنا بزاف ديال الحوايج عندنا شغلنا انا خدامه من داري اصلا انا كنخدم اونلاين يعني راه ما غاديش يمكن ليا نبقى عايشه هذه الحياه بحال هكا ما يمكنش كاع بصفه نهائيه قلت لك انايا الساعه اللي مشيت لعند سعاده القيد لقيت زعما كيتعامل معنا بكل ادب وبكل احترام الحق ولله ولكن هاد الناس لا اله الا الله محمد رسول الله نعرف اش خرجت لا كوميسيون اللي خرجت اصلا من المقاطعه ديال دكيليز ديك نتاعك انت ما كايناش ما عندك حتى شي صفه وما تهضريش ويلا تيطبطب لي على ظهرو بحال ماكا ودير والعشرة ونص تعود كتسد وسلط على النبي الا ما سديتيش مع 10 ونص غادي نتصل بسعاده الباشا وغادي يجي يسد لك وعلاش اخويا اللي ما غاديش يسد لي سعاده الباشا تيمشي يقاد شغله ويقاد مسائله وحنا نعيشوا في الراحه هو حتى هو يعيش في الراحه علاش بالضروره ولا المواطن ما بقى ساوي حتى شي حاجه انا هادشي اللي بان ليا بان المواطن راه ما ساوي حتى شي حاجه يعني خاص باك يكون ديما في واحد المكانه باش انت توصل وانت دير وانت يكونوا المصالح ديالك كلها خاصك تقضيها من تحت الدف وهذا الشيء راه ما تيبشرش بالخير با عضو في المجلس لان هذا الشيء اللي كون كان مواطن عادي انا عندي اليقين التام اول ما غادي تكون شي الشكايه الاولانيه راه غادي يجيو يقولوا لي سد الباب الطن اللي تقوم بالاجراءات ديالك حيت لا يعقل ان هذا الدار غادي تكون صال سبور يعني كيف ما عادي ما يمكنش راه حتى حمام حتى انا نجي الصباح نحل الحمام ونقول اني راه خدامه راه حتى انا عندي حمام راه بحال لاصال سبور بحال الحمام بحال الصالون الا ما كانش متوفر على الشروط اللازمه راه ماشي ما يمكنش يخدم يعني المسائل خاصها تكون مقننه صوتها هو سمعوه كيدير حنا راه كنضلو فيه من الربعة ديال العشيه تقريبا حتى ل 12 العروب ها هو راه مسجلين عندي اوديوات اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة